المساعد الثاني شولد فارجا، ادي كره فرصان خطيره، جول 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 جول. باسم باسم الحاسم، باسم الحاسم في اول لقطه داخل منطقه ال 18 على طول بلمسه بالقدم اليسرى يحطها داخل الشباك علشان يتقدم الفارس الابيض في الدقيقه 20 من اول كره في ظهر دفاعات النادي الاهلي. بص شوف القدرات وبص شوف شيكابالا بيسقط كره في منتهى الذكاء واللمسه، اللمسه الذكيه في التوقيت القاتل من اللقاء من الهداف باسم مرسي اللي بيضع رابع اهدافه في بطوله كاس مصر هذا الموسم بلمسه ذكيه يحرك الشباك ويضع النادي الزمالك في المقدمة في هذا اللقاء ويتقدم الفارس الأبيض بهدف مقابل لا شيء، واحد لا شيء لمصلحة نادي الزمالك بعد هدف ومتابعة. وبلغة الهداف باسم مرسي ركلة جزاء لمصلحة الفارس الأبيض وفرصة من ألماز وباسم مرسي ومؤمن سليمان، الأعصاب مش مستحملة إن هو يبص على قرار وتنفيذ باسم مرسي داخل باسم وبيحط جول 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 ثاني وهدف ثاني. وباسم مرسي هو صاحب اللقطات المضيئة في المباراة النهائية بلقطتين في ثلاث دقايق، يضيف باسم مرسي الهدف الثاني بعد تنفيذ امثل لركله الجزاء علشان نادي الزمالك يزيد تقدمه. ولكن بص شوف باسم مرسي على الطريقه الانجليزيه بيضع ويسدد وينفذ ركله الجزاء في منتصف المرمى علشان يضمن تفوق وتقدم الفارس الابيض على النادي الاهلي في اول 24. ركله جزاء لمصلحه النادي الاهلي وعبد الله السعيد وفرصه من الماز لتذليل الفارق، حوار على بعد 11 متر وعبد الله السعيد وجول جول 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 اول وهدف اول من عبد الله السعيد. عبد الله السعيد يسعد الجماهير ويعطي الامل وبارقة الضوء الحمراء اللي كانت ساكتة وكانت مستكينة بعد هدفين باسم، ولكن بالتخصص عبد الله السعيد بيضع الضربة والتنفيذ المثالي لركلة الجزاء ويذلل المعلم أيمن حفني يديها له يا ولد مرة تانية في عمق دفاعات النادي الأهلي، وادي ترقيصة حلوة ويحطها في الجول جول 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 جول. عملها الفرصة الشقية، عملها الفرصة الشقية وحط هدف عالمي، هدف عالمي بمهارة كبيرة فردية بعد تمريرة ذكية من الحريف. الفرصة الشقية تصول وتجول وتضع أجمل جول في الدقيقة 59. بص شوف الرواية، بص شوف الحكاية، عملها بكفاءة كبيرة جدا جدا ومهارة عالية جدا جدا. الفرصة الشقية تصول وتجول وتسجل وتبدع أجمل جول في الدقيقة 59 ويرتفع الفارق مشاهدينا الكرام وتصبح النتيجة 3 نادي الزمالك 1 النادي الأهلي. اللعيب لعيب والكرة الحلوة والمهارة الحلوة من أثر الطرق بتبان، واللدغة الذكية عن طريق الفرصة الشقية بتضيف الهدف الثالث مشاهدينا للفارس الأبيض علشان